إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، شر ما خلق، من شر غاسق، شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. كنا في نعمه كافي ومزيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا كذلك وعلى سائر الأنبياء المرسلين وملائكة الله أجمعين. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قريناه وما صليناه هدية مقبولة منا إلى حضرة سيدنا شفينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، ولا تحرمنا رؤيته وأولدنا واسقنا بكأسه، وانفعنا بمحبته، واشرنا في صحبته في دار النعيم بلا عذاب ولا هوان يا ارحم الراحمين. ميل حضرات ابائي واخواني من الانبياء والمرسلين ملائكه الله اجمعين، وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين، وذريته واهل بيته واهل خلفائه الراشدين، صحابه البدريين والوحديين، واهل بيته رضوان، وسائر الصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عنه، ونفعنا به في الدارين. ثم إلى حضرات الخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين، وإلى حضرة غوث الأعظم سلطان العارفين سيدنا محي الدين عبد القادر الجيلاني، وإلى حضرة سلطان العارفين العاشقين أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره، وإلى حضرة سيدنا أحمد البدوي قدس الله سره، سيدنا أحمد بن ألوان قدس الله سره، إلى سيدنا وملادنا قطب الزمان سيار بالمنبر من قدس الله سره اللذيذ، وإلى ذات جميع مشايخنا مشايخ مشايخنا ومن في سلسلة مشايخنا من العلماء والسادات والصالحين، خصوصا إلى ذات شيخنا شمس العلماء محمد بن أحمد قطب قدس الله سره، شيخنا أبي قدس الله سره الذي لا شيخنا أستاذ الأساتذة بحر العلوم، أوكي أستاذ قدس الله سره الذي إلى حضرة شيخنا والنعم ذوي الجبل قدس الله سره الذي، وإلى حضرة شيخنا المولى الفاضل الزايد أبي بكر الككري برمي قدس الله سره، سيدنا سيد من لك ويجمع الليل جشتي قدس الله سره، سائر مشايخنا وما في سيرة مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا ومن مات من أسرتنا ومن مات من مدرسنا في هذه الجامعة. اللهم إلى حضرات من ساعدونا
من الموتى كلهم اللهم إلى حضرات جميع أحبتنا الموتى اللهم أعل درجاتهم وأفض علينا من فيوضاتهم اللهم أعز فضلك وبحرمتهم ذيك اجعل هذا المؤسسة مستقيمة دائمة إلى يوم القيامة يا أرحم الراحمين اللهم اجعل المتعلمين الذين يتعلمون في هذه المؤسسة والمدرسين من العلماء الفائزين في الدارين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل سعينا سعيا مقبولا لديك وهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم احفظنا واحفظ طلبتنا من جميع الآفات والبليجات يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم أغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا يا كافي يا كافي يا أرحم الراحمين اللهم لا تهبجنا في قضاء حاجاتنا إلى شرار خلقك فاكفنا يا كافي يا كافي يا كافي يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على رسول الله.